أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هؤلاء الجهمية والمعتزلة والقدرية حاضرون في زمننا هذا؟ وإن كانوا حاضرين ففي أي مكان هم؟ والله أنا ما أدري أنهم في أي مكان، لكنهم حاضرين وكتبهم موجودة، ويتكلمون في المحاضرات وفي الإذاعات. حط بالك لهم وتسمعهم في الإذاعات، في المحاضرات، في المحطات الفضائية لا كثرها الله، وفي الكتب موجود، وفي الفصول الدراسية يصرحون بهذه الأمور. لكن في بلادنا قد يختفون ولا يصرحون، وفي البلاد الأخرى يدرسون عقيدة المعتزلة. عقيدة المعتزلة مقررة عندهم. نعم.